عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. طبعا في البداية بنوه عن مواعيد برنامجنا، احنا يوميا من الساعة 1 للساعة 2 والإعادة الساعة 6 صباحا. كمان بذكر كل أصدقائنا مشاهدينا الكرام اللي حابين يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. طبعا بشكركم على الكومنتس اللي حضراتكم بتبعتوها وعلى التعليقات الراقية اللي بتوصلنا، وكمان بننزل لحضراتكم الوصفات كتابيا عشان المقادير لو حابين انكم تحتفظوا بيها على الموبايل تكون في سهوله في كده. وان شاء الله الطلبات او الوصفات اللي حضراتكم حابينها تتنفذ من خلال البرنامج هتكون من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيم حمدي بالعربي. النهارده هنعمل، بما ان المكرونه بالبشاميل فيه بنات كتير جدا طلبتها، فاحنا هنعمل كل التبسه بتاعتها وخطواتها واحده واحده. البشاميل هنعمله والعصاج ولو انه عملناه كتير، لكن عشان خاطر عيونهم هنعمله، واتمنى يا رب ان المكرونه تعجبهم. هنقول بسم الله ونبدا في مقاديرنا. عندي نص كيلو من المكرونه البنه المسلوقه اللي هي المكرونه القلم. طيب نص كيلو من اللحمه المفرومه، بصله مفرومه، فصين ثوم مفرومين، رشة من جوز الطيب، ومعلقة كبيرة من البهارات. هي مش كبيرة، هي معلقة. هنبدأ نشكلها على كذا، العصاك شوية والبشاميل شوية، فمش هتبقى يعني ايه دي السبع بهارات او بهارات اللحمة. ولو جنب بهارات اللحمة يفضل في كبابة صيني هتبقى جميلة جدا، ملح وفلفل طبعا. وتعالوا بقى نتكلم عن البشاميل. بشاميل بما ان انا هعمل بايركس كبير وهشتغل على نص كيلو مكرونه صافي يعني 500 جرام بعد ما اتسلقت، فانا عاوزه 4 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من الزبده، لتر ونص من اللبن يعني 6 كوبايات من اللبن اللي هي كوبايه مج الشاي الشفاف، وعندي مكعب مرق وبيضتين ورشه من جوز الطيب وملح وفلفل وجبنه موتزاريلا. طبعا العصاج احنا عارفينه هنعمله دلوقتي وهنشتغل فيه مع بعض. هقول بسم الله. اول حاجه عايزه بس اقولها لحضراتكم، طبعا نوع المكرونه بيفرق جدا. يعني في احيانا مكرونات مصريه جميله جدا على فكره، مش بس المكرونات اللي احنا يعني اتعودنا ان احنا نقول اساميها، لكن في مكرونات تانية مصريه موجوده كويس جدا في السوبر ماركت، الحقيقه هي جودتها عاليه برضو. ما عدا، مش عايزه اتكلم عن حاجه بعينها يعني، بس ما عدا في اصناف بتبقى مش مصريه، بتبقى جايه من بره، ممكن اكون جربت منها انواع كتير، لكن انا افضل المصري. يعني لو انتوا هتعملوا جربوا اي نوع من المكرونات المصريه لانها هتبقى مظبوطه. اول مكرونه هتبقى كل ما المكرونه تميل للون الاصفر كل ما تعرفوا انها على جوده عاليه. خلينا هنا ناخد كده ايه الحله دي وهبدا اشتغل كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم في البشاميل، وهعمل جنب حضراتكم العصاج. هبدا اول حاجه في البشاميل واحده واحده كده بسم الله. هاخد الدقيق، وعندي هنا خلي جنبي جوز الطيب وطبعا الزبده، وهاخد بحب اطعم برضو بمعلقه واحده بس من الزيت النباتي هخلي جنبي، ونبدا كده نشتغل مع بعض. اول حاجه عشان ساعات البشاميل بيخدع شويه، بيخدع يعني احنا ايه عايزين يوصل لقوام واحنا بنقلب فيه للناس اللي لسه اول مره تعمله. طبعا السيدات الامهات الفاضلات والسيدات اللي بسم الله ما شاء الله تشتغل كتير ما بتبقاش بالمعايير، بس انا بقول بالمعايير دلوقتي عشان اصدقائنا اللي حابين يجربوا الوصفه وتنجح معاهم ان شاء الله من اول مره بدون ان هم يتضايقوا. فانا بقول اعداد، يعني عاده البشاميل بيبقى عدد الدقيق قد عدد الزبده او الماده الدهنيه اللي احنا هنستخدمها ايا كانت. بس بالنسبه للزيت هتبقى كل معلقتين زيت مقابل معلقه واحده من الدقيق عشان قوام الزيت اخف. طيب بسم الله حط بس كده نقطه معلقه، وهبدا انزل بالزبده هنا كده تدوب بس شويه، وبعدين هنزل الدقيق وبرضه هاخد معلقه كده كبيره قدام حضراتكم هعاير بيها عشان نبقى احنا، وهوريكم القوام في الحله هيبقى عامل ازاي عشان تبقوا شايفين القوام ازاي. نقدر في المرحله اللي انا احط فيها الدقيق مع الزبده اقدر ان انا اعمل ايه؟ اقدر ان انا احط فيها مكعب مرق اذا حبيت. هدوب كده شويه وبعدين هنزل هنا بالدقيق بسم الله. هنا اتنين، تعالوا ندوب ونشوف بسم الله. اهو قوام
يبقى كريمي كده. ممكن في المرحله دي انزل كده في مكعب مرق لو انا حابه، للناس اللي ما بتحبش تضيف على البشاميل مرق يعني مرق ايه شوربه يعني. هقلب كده، بصوا نقلب تقليبة. انا عايزة بس اطلع ريحة الدقيق عشان الني، بس مش عايزاه يتحمر ولا ياخد لون. هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد اللبن بسم الله. ممكن نحط المعيار ده يبقى لبن وكريمة، بمعنى احط لتر من اللبن ونص لتر من الكريمة لو انا حابة. طيب لو عايزة احط اللتر ونص وادعم بطعم حلو ممكن، او الجبنة الكريمي، الجبنة الكوبايات، الجبنه اللي هي في منها انواع زي المربعات اللي بتحبها الاطفال، ولكن في انواع منها بتبقى في علب اكبر وبتبقى يعني ايه سبريد كده بتدهن فبتبقى اسهل شويه، وممكن القشطه العلب كمان هتبقى حلوه جدا. كده نزود باقي اللبن بسم الله. كده تمام. دلوقتي اللبن طبعا واخد درجه حراره الغرفه، نقلب كده لحد ما يبدا القوام ياخد معايا قوام حلو. ايديا بقى فيه علشان انا مش عايزاه يكلكع، ولو لا قدر الله كلكع مننا هنضربه في الخلاط ونبدا نصفيه ونرجعه تاني، هيظبط معانا ما تقلقوش. بس احنا طول ما احنا على البارد الدنيا هتبقى لطيفه جدا. طيب نيجي بقى هنا نحط الطاسه دي ونبدا نسخن هنا شويه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كده معلقه. طبعا لو عندي باقي عصاج، عايزه اقول لكم كمان انا الخطوه دي او الوصفه دي بما انه توفر عندي بقى عصاج وكده، فممكن قوي اعمل للناس اللي بتحب الخرشوف قوي، ممكن نعمل شويه خرشوف باللحمه المفرومه، وانا بالفعل هستفيد من العصاج والبشاميل، لكن عندي صوص كده احمر هعمله عشان اطعم بيه الخرشوف. ممكن نعمل بطاطس في الفرن، ممكن اللي هي المحشيه، ممكن تبقى كوسه محشيه، ممكن في حاجات كتير قوي من الخضروات ممكن نستغلها، لكن انا قلت خرشوف على انه من قريب من المكونات كلها، وفي نفس الوقت هو ما بيتعملش كتير قوي، ومش عاوزين حاجه نشويات فيها عاليه لان احنا اوريدي واكلين مكرونه. هاخد بقى كده البصل بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل بيه اول حاجه بسم الله، ياخد حرارة البان ونقلب كويس، وبعدين بضيف معاه على طول رشة الملح والفلفل كده، ونقلب. مش هنسى البشاميل، انا موطيه النار عليه علشان ما هربش منه. طبعا احنا لو في الاول يبقى نركز قوي الاول مع البشاميل وبعدين نبقى نعمل عصاج، او نعمل العصاج الاول ونركز في البشاميل معاه في الاخر عشان ما ننشغلش. طيب هناخد كده الثوم ونقلب تقليبه حلوه، فصين ثوم حلوين كده، وهنزل بقى باللحمه. وانا عندي شويه عصاج قدام هحطهم عليه عادي جدا يعني، بس حبيت اوري حضراتكم كاننا بنشتغل في البيت بالظبط اهو. هنقلب كده تقليبه حلوه، طبعا رشه البهارات مهمه قوي في الوقت ده، ورشه جوزة الطيب. في ناس ممكن تطعم العصاج ده معلقه واحده صلصه، تحبه كده يبقى لونه كاسر اللون البني شويه مفيش مشكله، في ناس تحب تحطها زي ما هي. احنا قبل كده عملناها باللي كان فيه معلقه صلصه، انا المره دي مش هعملها بيه عشان الناس اللي ما بتحبوش. هنقلب تقليبه حلوه، وطبعا مش هننسى برضو ايدينا في البشاميل. بسم الله اهو نقلب لحد ما يبدا يسخن. اهم حاجه مع الصوصات البيضة هي رشه جوزة الطيب برضو. يبقى انا حطيت الدقيق وحط رشه من البهارات تطعم الايه البشاميل برضو. يبقى انا عندي 4 معالق دقيق، 4 معالق الزبده، شوحتهم مع بعض وحطيت مكعب من المرق،
وبعدين عندي رشة فلفل كمان تبقى حلوة. كده نقلب تقليبة حلوة ونقلب هنا. هحط بقى عندي شوية عصاج اهو، كنت عاملاهم وكانوا في الفريزر وجم اهو عليهم، ونشوحهم مع بعض. ده شيء طبيعي جدا لو احنا حتى شغالين في بيتنا هنعمل كده، لو عندنا شوية فريش وشوية كانوا معمولين هنعمل كده، لو احنا عايزين المقدار ومحتاجينه اهو. حبة حلوين كده من الايه اللحمة المفرومة. طيب طبعا برضو المكرونة بالبشاميل ليها ناس تحب اللحمة تكون حلوة يعني مفروشة كويس، وفي ناس تحب لحمة قليلة. في النهاية دي أذواق عائلات وبيوت، وكل واحد عارف هو بيحب ايه او اسرته بتحب ايه فبيعمله. انا بقلب بقى كده. تعالوا بقى، انا كده خلصت العصاج تمام، والمكرونه عندي مسلوقه وتمام. في امكاني ان انا ازود المرق لو انا حابه الكميه كلها تبقى لبن بس، يبقى مش هحط. لو انا محتاجه ان انا ازود يبقى انا هخلط ما بين اللبن والمرق زي ما تحبوا. عندي هنا البيضتين دول سايباهم في الاخر علشان هضيفهم على البشاميل. انا عايزه اعمله زي زمان، زي ما كانت اهالينا وجداتنا ومامتنا بتعملها زمان. هرفع بقى خلاص البشاميل ده من هنا، بس انا هسيبه بس ايه يشرب شويه كمان من الصوص اللي فيه، الميه اللي فيه، لان الصوص ده بيطعم المكرونه برده. بصوا هو في شويه كده سوائل في القاع هنا، حاجه بسيطه اقلبها كده. انا مش عايزاها ناشف قوي، لان برده مش بحبها تبقى لما نيجي ناكلها نلاقيها مفروله او اللحمه بتتفرد بره المربع اللي احنا قاطعينه للمكرونه، تبقى ماسكه فيها كده وحلوه. هقول لكم هنعمل ايه كمان واحنا شغالين. طيب انا هرفع بقى خلاص البشاميل وهبدل، هجيب بقى كمان الايه حله البشاميل دي قدامي هنا عشان اعرف اقلب عليها جنبي، وهخلي بقى العصاج ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هنا. ونبدا بقى هوري حضراتكم القوام بشكل بسيط وبطريقه سهله تعرفوه. وخلوا بالكم انا مش عايزه اوصله لرؤيه عيني انا وانا شايفاه هنا للبنوتات اللي بتسال، انه يبقى تقيل قوي، لان اول ما هسيبه يبرد هيتقل اكتر. فهي نفس الواقع على المكرونه، مجرد ما انا هعمله تقيل وبعدين اجي احطه في المكرونه واسيبها بقى بعد ما تبرد تطلع من الفرن، هتطلع الاول كريمي وحلوه، بعد كده هتمسك وتجبس، فانا مش عاوزاها كده. طيب طبعا احنا اتفقنا التطعيم اما بلبنة او بقشطة علب او بجبنة كريمي كوبايات لطيفة، اي حاجة عايزين تطعموا بيها مفيش اي مشكلة. هنا بقلب، بصوا بقى بدأ يسخن، وفي المرحلة دي ما ينفعش بقى اسيبه خالص، يعني لازم افضل ايدي فيه عشان هو في ثواني كده هنلاقيه فجأة راح مسك. فنقلب بقى تقليبة حلوة، وانا هجهز كده هنا جنبي بقى بولة كبيرة هبدا احط فيها ايه المكرونه، ونخلط بقى عليها شويه من الايه البشاميل. وعملت زي اكس لارج بالظبط. ها ليه حاطه بيضه واحده في البشاميل؟ حطي بيضتين، فانا حطيت بيضتين النهارده. طيب هنقلب كده. فعلا سبحان الله الاكل ده لو واحد متعود على طريقه اكل في بيته والام دي بتعمل اكل حلو قوي بيبقى صعب عليه جدا يا جماعه والله العظيم. عشان انا بس عايزه اقول في حته صغيره كده، اعرف ناس اولادهم خطبوا وما بيروحوا بيحبوا حماتهم جدا. على فكره هي الحما جميله والست رائعه وكل حاجه، بس عنده مشكله ما يقدرش ياكل، فالام بتزعل، الحما بتزعل بتقول هو مش عايز ياكل عندنا ولا ايه. هو الفكره والله ساعات عقبال ما بيبدا يتعود ما تزعلوش، يعني ادوا لهم فرصه. هو بالعكس بيبقى مش قصده حاجه، بس بيبقى ايه ساعات بتبقى صعبه جدا. يعني انا حد من الناس اللي كنت صعب جدا فعلا اكل عند اي حد، كان ناس محدده جدا. يعني عندنا حتى جيراننا القدام في ناس انا وانا طالعه على السلم ابقى عارفه الريحه دي جايه من عند مين، اقول دي طنط كذا دي من عند، بنبقى عارفين. فسبحان الله مش عايزاكم تزعلوا، هي بتبقى مرحله بعد كده بيبدا يتعود، والدنيا بتبقى لطيفه جدا، بيبقى له بقى حياته ودنيته وبيبدا يتعامل يعني. بس طبعا تسلم ايد كل الامهات بجد والله. يعني برضه هم بيجتهدوا بيعملوا حاجات حلوه، وفي ابناء بتبقى عندها شويه ولاء شديد قوي لاسرها، فمش عايزاكم تزعلوا. بالعكس انا شايفه ان الولد او الابن اللي بيبقى عنده ولاء لعيلته واهله ومامته وكده، انا شايفه ان ده حاجه حلوه.
لان هو لو ملوش خير فيه مش هيبقى له خير في اي حد، فدي حاجه جميله ولازم نحترمها ايا كانت الظروف المحيطه بالموضوع يعني. لا 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 لا، هو بياخد وقت كده شويه، وعشان كده احنا ايه مدينه وقته، هو بياخد وقته كده عشان بس من ايه ما نبقاش احنا المعيار مظبوط على اللتر ونص اللي هما الست كوبايات اللبن. هيظبط معانا وهوري لحضراتكم القوام. بصوا بدا يسيب كده حوالي. عايزين تطلع فاصل ونرجع نكون ربط، هستنى لما حضرتك ترجع واوريكم قوامه بقى عامل ازاي. هو بصوا بدا داخل على ربط، اوريكم بس في ظهر المعلقه ثانية واحدة. بصوا هو كده، بصوا مش عارفوا الفرق، داخل على سوا اهو. تاني اهو، بصوا داخل على سوا اهو، الاتنين ما رجعوش على بعض.